قولي له عايز اتجوزك يا حبيبي. عايزة اتجوزك يا حبيبي. اون فرونسي بقى. Je veux te marier mon chéri. ألا تجيد الفرنسية؟ حبيبي. طيب ايها الكابتن اتقي لها في زوجتك. اطعم زواج الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني، إن شاء الله أنتم بخير وأحوالكم بخير. حبيت نعطي رأيي في هذا الموضوع تاع الزواج. وحدة هذه اللي يسموها سمارة تقول لك بلي ملك الجمال العرب والجزائر بمصري، المهم حارس نادي الزمالك المصري. المهم صراحة أنا لست مهتم بهذه الأمور، يعني الله يسهل عليك الوحدة، وهذا الزواج هو خيار شخصي، والله يسهل عليك الواحد. وهي اختارت واحد مصري أجنبي، الله يسهل عليها. لكن الشيء اللي استفزني إخواني أخواتي هو أن مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب وإنستغرام وغير ذلك بأن هذا الزواج دايرين فيه هالة إعلامية كبيرة، هالة إعلامية كبيرة، يعني يحضروا عليه يعني وكأنه حدث عظيم أو حدث قرن، فهمناش. وحتى الزواج بينها وبينه يعني فيه يعني فيه أسلوب الإبهار، فيديو تاعها بالزواج يعني فيه أسلوب إبهار، يعني أسلوب إبهار كبير يعني. وهذا اللي خلاني، وهي مع أنها عارضة أزياء وغير ذلك وغير ذلك، يعني تصور وكأنها في مظهر مشهد تمثيلي أو تصوير في استديوهات تاع العرض أزياء، يعني أسلوب الإبهار. ولكن هذا الشيء اللي خلاني أطرح السؤال، ما الغرض من هذا الفيديو؟ علاه يعني تزوجتي بإنسان اخترتيه؟ علاه دير اسلوب الابهار في الفيديو تاعك؟ ما الغرض من هذا الفيديو؟ اقول صراحه انا اجيب على السؤال هذا. لاحظت بان هذا الفيديو غرضه هو تبييض زواج جزائري ابنه بعدما حصل فتور في هذه السنين، لان فتيات كثيرات يعني فاقوا، وكذلك بعد تشديد اجراءات من طرف الدوله الجزائريه بخصوص زواج مصري بجزائريه. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الزواج أصبح فيه تلاعب كبير، وكثيرات من الجزائريات اللي طاحوا في فخ هذا الزواج. كان اللي قالها نتزوج بيك، يعني كان اللي تزوج بها وقعت تزوج بها مصري وقعت روحها تزوجت يعني زواج عرفي. كان اللي قالها أنا عندي فيلا وعندي السيارة وعندي كذا، ولا ما راحت ليه لقاته وعنده عشة وغير ذلك. كان اللي قتلها مصري ورماها من العمارة وقالوا انتحرت. كان لي بعد 5 سنين زواج أو 7 سنين أو 10 سنين يعني يضربها ويرميها للشارع ويمنع عليها الأولاد وترجع للشارع، يعني سعر التذكرة تاع الطائرة وما عندهاش. وكثيرات وكثيرات من الفتيات اللي كذلك اللي انحرفوا، يعني هناك فتيات اللي لما يطلقها المصري لا ترجع إلى البلاد، يعني تقول لك ما نرجعش البلاد يستشفوا فينا، لأن مجتمعنا مجتمع قاسي ما يرحمش وحدة مطلقة من مصري. لهذا تقول لك نقعد في مصر وتعيش حالة انحراف. كثيرات من الفتيات اللي يعني بنات عائلات وغير ذلك راحت باسم الزواج وتعيش بالحلال، وفي الأخير لقات روحها في الدعارة في مصر، وعايشة في الدعارة في مصر. وهناك نسبة قالت بأن نسبتهم أصبحت في ارتفاع، وغالبهم نسب هؤلاء الفتيات كراقصات في يعني في مصر، غالبهم كانوا مزوجات مصريين وطلقوهم. وهذا الشيء اللي شجع شددت السفارة الجزائرية في القانون هذا الزواج، وأصبحت يعني لما يتزوج مصري بجزائرية يعني يحق له يعني يقوم بكثير من الأشياء وإجراءات قانونية للقيام بها. ورغم ذلك إخواني أخواتي، ورغم ذلك يعني تكون مضاد، تكون يعني تلت كاع إجراءات القانونية
لما يطلقها المسلم ما يعطيهاش حقوقها المادية. يعني تعرفوا إجراءات قضائية في مصر، وهناك المصريين يعرفوا القانون جيدا. يعني لما يطلق فتيات أجنبية يعني يحقرها، يلعب بها، يبقى يتواخر، يبقى يكسر في الشرع، ويعني كل ما تربح شرع يكسر الشرع، ويعني ويطلب المحامين يطلبوا أموال كثيرة، حتى الفتيات يعني تكره ويعني تطلب الطلاق، ويشرط عليها ويقولها دفعي الأموال، دفعي الأموال حتى لن نطلقك، وغير ذلك. يعني من أشياء يعني تعقيدات، هذه تعقيدات كبيرة كبيرة كبيرة، ما يهضروش عليها. واش يصورك؟ يصور لك ليلة زفاف كيما هذه، دير فيه أسلوب يعني إبهار باش يعني تبيضوا هذا الزواج، باش يجذبوا فتيات جزائريات ويطيحوهم في الفخ ويكونوا فرائس سهل للمصريين. فهمتوا إخواني أخواتي؟ وأنا سنين طويلة إحنا نوعوا على من خطور من هذا الزواج. صراحة هناك كبعض الجزائريات كانوا يتزوجون، نجح زواجهم ما شاء الله، الله يسهل، طاحوا في ولاد الحلال مصريين الله يسهل عليهم. لكن هذا زواج مختلط، ولكن زواج مختلط انت وزهرك، يعني ما تقدريش تبني حياتك على يعني على زواج مختلط، لان الزواج المختلط نسبة نجاحه نسبة قليلة، يعني نسبة يعني انت وزهرك، يعني انت راك تغامي بروحك. اذا طحتي مع واحد ولد الحلال يعني يحترمك ويقدرك، راكي يعني ما شاء الله عليك، الله يبارك. وإذا طحتي مع واحد ما يقدركش وما يحترمكش، يعني تكون حياتك كارثية، سواء مع مجتمعك أو مع حياتك. يعني كثيرات اللي ضاعت حياتهم، دمرت حياتهم بسبب هذا الزواج. ولهذا الشيء هذا اللي حذرنا منه، وكثيرات من الفتيات اللي لما نحذروهم وعدناهم أعطيناهم قصص ما يسمعوناش، راسهم مخشين. يعني الله غالب المصري شبحها يعني بكلام معسول، يعني اغسل لها مخها يعني بالكلام المعسول، لهذا ما تفهمش حتى تطيح فاس في الراس، ما تفهمش حتى تطيح فاس في الراس، وتجيك تقول لك صح عندكم الحق وشي لي صراصة والله غالب ولكن الله غالب. احنا توعنا ما يفهموش وراسهم مخشين صراحة، سواء جزائري أو جزائرية. وهذا الشيء مش أمري، كلامي هذا ليس يعني موجه للجزائرية فقط، بل حتى الجزائريين اللي راهم يتبعوا في الأجنبيات، يفضل الأجنبية على بنت بلاده، يتزوج يعني واحدة أجنبية موش عارف ماضيها ويتقبلها حتى بماضيها، سواء كانت دائرة أو كانت يعني عندها أصدقاء أو تعاشر آخرين، يتقبلها ويفتخر بها قدام أصحابه ويقول لهم هذه زوجتي وشوفوا زوجتي وعايش مليح، ويصورهم في اليوتيوب كأنه عايش في يعني في حياة سعيدة مع واحدة أجنبية. وخلى كثير من الشباب الجزائريين يرفض ويكره بنت بلاده، ما يحبش يتزوج بنت بلاده، ويقول لك نحوس على واحدة أجنبية. ووصلت الدرجة إخواني إخواتي حتى من كان متزوج بجزائرية وعنده أولاد، يعني يتخل يعني يطلق زوجته ويتخلى على أولاده وما يسألش عليهم، ويروح حراق ويروح باش يتزوج واحدة أجنبية. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء أصحاب القنوات وهذو أصحاب الفيديوهات بتاع الإبهار، لي يطيح يعني في زواج ناجح يدله أسلوب إبهار، ويقوم بتبييض هذا يعني وتشجيع على الزواج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأنا أقول صراحة استفزني فيديو بتاعها، يعني لأن فيه أسلوب الإبهار وكأنه يشجع فتيات على الزواج بمصريين، بعد ما قمنا بجهد كبير في التوعية وحصر هناك فتور. يعني الآن الفتيات يعني كما هذه يدعي أنها مشهورة، يتبعوها فتيات مراهقات، فتيات اللي ما عندهمش وعي. يعني لما يشوفوا، لما شفت التعليقات شفت أن كثيرات منبهرات بهذا الزواج، وكلهم تقول لك يا ربي كلي نصيب كيما انتي. يعني وصلت لدرجة أنها يعني أثرت فيهم، وأثر فيهم فيديو، يعني أثر فيهم الفيديو بهذه الطريقة. يعني صراحة إخواني أخواتي هذا أمر الشيء اللي خلاني نعطي رأي في هذا الموضوع. صح، هناك شيء آخر في الفيديو تاعها، كان معاهم مأذون شرعي وتمضي على الأوراق تاع الزواج
وغير ذلك. أنا حبيت نفهم، هل حسب علمي أن المأذون الشرعي يعني ما يمضيش بين أجنبية ومصري، أو مصري مصرية وأجنبي، المأذون الشرعي فقط للمصرية ومصري، هذا في القانون المصري على حسب علمي. أما أجنبية ومصري هناك إجراءات يقوم بها في وزارة العدل المصرية، أوراق ورسمية وغير ذلك، والسفارة تاع الإنسان الأجنبي فقط. هذا الشيء اللي أعلمه على حسب علمي. لكن المأذون الشرعي، علاه درتي المأذون الشرعي؟ علاه درتي هذا المأذون الشرعي؟ يعني وكأنك تشجعي على الزواج العرفي. كثيرات من الفتيات اللي ضحكوا عليهم باسم مأذون شرعي. هناك من جاب صحابه مصري، نعطيكم بعض القصص، جاب صحابه واحد لبسوه لبس تاع المأذون وضحك على الفتاة وأهل تاعها بأنه مأذون وشهود وغير ذلك، وصنع لها الجو تاع الزواج، وفي الأخير لقيت روحها تزوجت، يعني زواج عرفي وما كاش، على أوراق مزورة، يعني تلعب بها عام عامين مع التالي رماها، يعني وجعلها مسخرة، جعلها مسخرة. وكان لتزوجته لقيت روحه ولقيته بلي هو قبطي مسيحي وغير ذلك. يعني هذا صراحة هناك جهل كبير في أسر الجزائرية وفتيات جزائريات، وبذلنا جهد كبير يعني في توعيتهم وإيصال فكرة لهم في تنويرهم، لكن يا للأسف كان يتسمع وكان ما تسمعش. وفي الأخير لما يعني نقص هذا النسبة هذه، تجي واحدة تخرج لك من القصب تدعي أنها مشهورة وعندها متابعين جزائريين وجزائريات، وتقوم بهذا الإبهار في الفيديو وتبييض هذا الزواج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإرضاء لغرورها ربما لأنها عرضت أزياء أو غير ذلك. وفي الأخير الخدمة اللي قمنا بها في التوعية وفي تحذير بنات بلادنا من هذا الزواج ومن تلاعبات مصريين راحت هباء هباء ضائعا، هباء يعني صراحة هذا الشيء اللي حيرنا. هناك شيء ثالث، يعني في الزواج تاعها، يعني في الزواج تاعها السيارة وغير ذلك، هناك شيء في الزواج تاعها، في الزواج تاعها يعني هي جالسة وحدها فقط، هي لاحظت بأنها هي جالسة وحدها، ما عندها أختها، ما عندها باباها، ما عندها خاوتها، ما عندها والديها، يعني أين هم والديها، أين أخواتها، أين يعني في هذا الظل تاع الحظر تاع الكورونا، يعني أين هم، يعني أين هم وأين هم، يعني وراهم، علاه ما تصورش بهم، تحشم بهم، تحشم بهم، تحشم بوالديها، تحشم بخواتها، بخياتها، وراهم، تبين روحها بأن عندها أهل ولا جات وحدها ويديروها، يديروها كيف هذيك المتحررات يديروها، يعني يعني تجي وحدها، يعني تجي ليه تجي له للدار غير شويه زوج كلمات حلوين تجي ليه للدار. كثيرات لي صراحه نحكيكم قصص، كاين فتيات لي والديها موش عارفين وين راحت، وتقول لهم انا رحت في يعني سافرت وغير ذلك، وهي تقول لهم راني عند صاحبتي وغير ذلك، وهي راحت سافرت للمصري، يعني يفعل فيها وضيعها بكلام معسول، وفي الأخير يروح ويخليها. كثيرات كثيرات اللي تلعبوا بهم بهذه الطريقة، تسافر وحدها وتروح يروحوا يروحوا. لكن يا للأسف أنا هذا الشيء اللي لا أظن يعني عندها أهل تحرر، لا أظن بأنها راحت وحدها، ولكن تبينهم يس تبين روحها كعندها أهل وعندها أسرة، بما يخطوش نظرة سيئة عن فتاة جزائرية، لأنهم يعتبروا فتاة جزائرية بأنها متحررة وأنها ما عندهاش أهل يتحكموا فيها وما عندهاش قيم، وأنها يعني غير زوج كلمات حلوين تحشيلها وتطيح فريسة لك. يعني هذا الشيء منتشر، يعني الفكرة هذه منتشرة عندهم، على الأقل يكون عندك الأهل بيقولوا صح عندها أهل وعندها قيم وغير ذلك. والشيء الثالث يعني الشيء الثالث إخواني أخوات، الشيء الرابع هو أنها
في هذاك الفيديو يعني دارت أسلوب المهم أسلوب الإبهار، أسلوب تاع الإغراء يعني تاع الزوجين يعني. وهذا أسلوب لاحظته كثير في المواقع التواصل الاجتماعي، استعملوه عراقيين ومصريين وغير ذلك. هذا الأسلوب فيه كثير من الإغراءات يعني للفتيات والشباب يعني على هذا الزواج، يعني ربما هم يديروا هذا الشيء باش يربحوا أكبر متابعين، أكبر عدد من المتابعين، لأن هذا الشيء يجذب كثير من الشباب والشابات للزواج، وجعلوا له أسلوب تاع الإبهار يعني باش يربحوا الأموال. وهذا الشيء لاحظته يعني في كثير من هذه الفيديوهات ومواقع تاع التواصل الاجتماعي، وهذا كله كذب. مشاهد تمثيلية لأجل الأموال فقط إخواني أخواتي، ولكن فتيات كثيرات يضحك عليهم، والله صدقوني إخواني أخواتي يطيحوا في رائس هؤلاء المتلاعبين يعني اللي يحسنون الكلام المعسول. يعني كاين اللي تروح ليه بدون علم والديها، وكاين اللي تبعث له الأموال، وكاين اللي يتزوج بها يعني شهر وشهرين ويعني يرميها. كثيرات كثيرات طاحوا في الفخ، وهناك صل الدرجة أن هناك من المصريين اللي يتلاعبوا بالجزائريات أنه يتزوج جزائرية يعيش معها فترة ويرميها، ويروح لأخرى يعيش معها فترة ويرميها ويطلقها، ويروح لأخرى ويعيش معها فترة ويرميها. وكاين هناك من المصريين اللي يتزوج 3 جزائريات زواج عرفي في ضربة واحدة، وتلاعب بهم وراح وخلاهم، فهمت؟ راح وخلاهم يعني. وكاين يعني بنات شمال أفريقيا، بنات جزائرية أصبحنا مسخرة. يعني ابن بلادك لما يجي ليك يقول لك زواج بيك زواج عرفي، ما تأمنيش ولا تثقي فيه، فما بالك بواحد مصري يحسن الكلام معسول ويتلاعب بيك. وهناك شيء رابع حبيت نعطي رأي فيه، أن هناك كثير من الجزائريين والجزائريات لاحظتهم أنهم يحبوا الأجنبي على بنات بلادهم وعلى أبناء بلادهم، يتزوجوا الأجنبي وحتى ولو كانت فيه كل سلبيات، يتغاضى عن كل سلبية تاعو، يكون فاسق يكون فاجر يكون ماضيه في خماج، ورغم ذلك يعني يتقبلوه ويعني يوزخ به أمام الأهل تاعو وكأنه حاجة كبيرة وكأنه إنجاز عظيم. وهذا الشيء يقوم به أناس تافهين قواطة، ويعني صراحة ما عندهم، حابسين في لسانهم يعني، مبهورين بالمظاهر فقط. لكن أنا أقول صراحة هؤلاء الأشخاص لاحظناهم كثير يعني يستحقروا بنات بلادهم. لما تعترف هذا الموضوع يقول لك أنت عنصري ولا تكون عنصري وكذا. إخواني أخواتي العنصرية أنا لاحظتها إنها بيناتنا كثير، لأن بين الجزائريين والجزائريات يعني الجزائري أصبح يكره بنات بلاده ويفضل الأجنبية ويتزوج الأجنبية ويفضلها على بنت بلاده ويحقرها، وهناك من جزائريات اللي تفضل الأجنبي وديره هو الأولوية على ابن بلادها واستحقر بيه. ولما تقولها على فضلتيه على دتي جبتي أجنبي تقول لك الجزائري ما كاش رجال. لا رجال كاينين، لكن المحيط تاعك انت اللي عايشة فيه محيط ما فيهش رجال، محيط خماج، فهمتوا؟ لأن كثير من ولما تسقط الآخر يقول لك ثانيك تقول له علاه تزوج بأجنبي يقول لك ما كاش بنات فاميليا. لا المحيط تاعك انت اللي عايش فيه، عايش في محيط خماج، بنات فاميليا كاينين لكن ربي بعدك. الإنسان لما يعيش في هذا المحيط ينعم على بنات الحلال، وكذلك اللي تعيش في محيط خماج تنعم على أولاد الحلال. لكن يا للأسف منبهرين بالمظاهر وقطع مظاهر كذلك. وهؤلاء يعني صراحة لما يقوموا بفيديو إبهار يعني ويدحموا كثيرات من الفتيات وكثير من الشباب، يدحموهم للهاوية والحيط. هذا الشيء اللي نحذر منه، ولكن اللي يدفع أكثرهم الفتيات، الفتيات أكثر هم اللي يدفعوا الثمن أكثر، لأن لاحظتم بأنهم طيحوا برائس سهلة لهذه الشبكات دعارة وأشخاص المتلاعبين، وخصوصا المصريين والمشرقين، لأن المصريين يحسنون هذا الأسلوب تاع الكلام معسول. وكثيرات من الفتيات اللي طاحوا في فخهم وتلاعبوا بهم ورماهم للشارع، وكثيرات اللي باسم الزواج طاحوا في فخ، باسم الزواج طاحوا في فتيات كثيرات طاحوا في فخ ودخلوا في عالم دعارة بسبب باسم الزواج، باسم الزواج. نحن كجزائريين، هناك بعض الجزائريين اللي فسدوا كثير من الفتيات الجزائريات بعد يعني بعد ما طلقوهم يعني باسم الزواج، فما بالك بواحد مصري عنده كلام معسول ويحسن الكلام المعسول وعنده أساليب كثيرة لإغراء فتيات يحسنها. يعني فما بالك تكون جزائرية تكون هدف تاعو. شيء طبيعي احنا ندافع على بنات بلادنا
ونوعوهم ونرسل لهم. لهذا بعد ما شفت هذا الفيديو استفزني كثير، ولهذا أقول أن السفارة الجزائر في مصر انتظري موجة جديدة من الفتيات اللي راح يتزوجوا المصريين بتأثير من هذا الفيديو. صراحة لما إنسان يكون مشهور عقليته وعقلية قوطي، قطع مظاهر وعقلية قوطي يعني، وعنده الأولوية يفضل يعني الأجنبي على ابن بلده، فصراحة يدحم كثير من يعني من أتباعه إلى الهاوية. هذه الحقيقة. أنا أريد أطرح سؤال فقط، هل شفتم يا إخواني أخواتي، هل شفتوا واحدة مصرية ملكة جمال تزوجت بواحد جزائري وفضلاته على ابن بلدها؟ صدقوني إخواني أخواتي، واحدة مصرية سقسيتها قلت لها لو طلبك جزائري للزواج هل تقبلي؟ واش قالت لي؟ قالت لي ابن بلدي هو الأولوية، هو الأولى، ابن بلدي هو الأولى، وإذا كان مكتوب جاني مكتوب من الأجنبي لا مشكلة. هذه فتاة مصرية عادية، ولكن يا للأسف كثيرون من الجزائريين والجزائريات عندهم هذه العقلية، عارفين بأن هذا الزواج هو زواج تاع المظهر تاع المظاهر. وأنا غايضيني أشخاص اللي يتابعوا متأثرين، لقد شفت في التعليقات واحدة تقول لهم يا ربي شوف لي واحد مصري نزوج به كيما هذا، وواحد يقول لك واحد يا ربي نزوج كيما انتي وتحيا براني، كل واحدة واش تقول. تلقاهم فتيات يعني ما عندهم حتى فكر، ما عندهم حتى يعني ما عندهم حتى شيء. وكذلك حتى الجزائريين، كذلك حتى الجزائريين يساهم في تفريق بين الجزائريين وكره الجزائريين بعضهم بعض. هذه هي، ونشر هذا الزواج مختلط، وتكون هناك يعني مجتمع مختلط، وتكون هناك يعني تماسك اجتماعي يكون قليل، وينقسم المجتمع مع أن الدول الغربية تخطط لتقسيم الجزائر. يعني إخواني أخواتي، نزيدكم حاجة أخرى، تحيتي لكل جزائرية حلالية جزائرية فحلة اللي عايشة في الجزائر وتبني أسرتها في الجزائر وتتحمل كثير لأجل بناء أسرتها. يعني وكان هناك مشهورات جزائريات اللي تزوجوا أبناء بلادهم وتقول لك وليد بلادي هو أولى من الأجنبي، وكثيرات والله تحياتي ليهم، لأنهم صراحة هم الأصل، هم الذهب الأصلي، هم الجوهر الأصلي. دائما تلقى الحاجة الأصلية مخفية تحت التراب، الذهب يعني وين تلقاه؟ تلقاه في المناجم، مش تلقاه اللي مطلية بالذهب. حاجة مطلية بالذهب تلقاها مرمية، تلقاها مرمية، ولكن الذهب الأصلي تلقاه تحت يعني في المناجم، تبذل جهد كبير باش توصل ليه. وكذلك الجواهر أصلية، والأصلي دائما يعني لا يظهر ولا يبان. والإنسان المزيف دائما يستعملوا معاه أسلوب الإبهار باش يروجوا له. فهمتوا إخواني أخواتي؟ هذا كلامي موجه إليهم، تحت تحيتي لكل أصيل وأصيلة جزائري وجزائرية. والجزائر تقام على أناس أصيلين، أناس يعني أصيلين يعني أناس يعني أصلهم جزائري، أب وأم جزائري، جزائر هي اللي توقف بهم، تحياتي لهم. ويعني أما الباقي لا قيمة له، أما الباقي لا قيمة له. يعني تحية الأصلي، أما الباقي لا قيمة له. وهذه هي الحقيقة إخواني أخواتي، وهذا ما عندي إخواني أخواتي، والسلام عليكم.